تلاميذ سنة ثالثة ابتدائي، السلام عليكم. هذا اختبار الفصل الأول في مادة التاريخ، النموذج الثالث، سنقوم بحله معك. التمرين الأول، أجب بصحيح أو خطأ. لدينا عبارات نجيب إن كانت صحيحة أو خطأ. الخط الزمني يرتب الأحداث حسب تعاقبها زمنيا. إذا على الخط الزمني نرتب الأحداث حسب تعاقبها زمنيا، معناه من القديم ونصعد. أحسنتم، إجابة صحيحة. الأحداث التي تقع لنا تحدث في الماضي فقط. الأحداث التي تقع لنا تحدث في الماضي فقط. خطأ. الأحداث التي تقع لنا بعضها حدث في الماضي وبعضها في الحاضر، ليس في الماضي فقط. ترتبط الأحداث بأماكن وقعت فيها. الأحداث مرتبطة بالأماكن. جيد، صحيح. لكل حدث مكان معين. إذا نراجع، الخط الزمني يرتب الأحداث حسب تعاقبها زمنيا. الأحداث التي تقع لنا بعضها حدث في الماضي وبعضها في الحاضر، ليس في الماضي فقط. خطأ. ترتبط الأحداث بأماكن وقعت فيها. ننتقل إلى التمرين الثاني. اربط بسهم. الحدث، المكان، الزمان. جهة مقابلة، سنة 2019 ميلادي، الدخول المدرسي والمدرسة. إذا لدينا حدث، لدينا الحدث، لدينا المكان، ولدينا الزمن. إذا نربط، ما هو الحدث؟ أحسنتم، الحدث هو الدخول المدرسي، هو حدث. ما هو المكان المرتبط بهذا الحدث؟ أحسنتم، المدرسة. الزمن الذي وقع فيه هذا الحدث، جيد، سنة 2019. الحدث هو الدخول المدرسي، المكان هو المدرسة، والزمان هو سنة 2019. التمرين الثالث، أكمل ملء الفراغات. عندنا فراغات، نملي الفراغات. في حياتي اليومية أحداث مألوفة ومشتركة، بعضها وبعضها وبعضها. إذا في حياتي اليومية أحداث مألوفة ومشتركة، بعضها، ما نوع هذه الأحداث؟ أحسنتم، بعضها يوجد ديني، شخصي، وطني، واجتماعي. نذكر ثلاثة منها. إذا بعضها ديني مثلا، وبعضها اجتماعي، وبعضها وطني. إذن بعضها ديني، يوجد ديني، وطني، اجتماعي وشخصي. ذكرنا ثلاثة، بعضها ديني. إذن نراجع، في حياتي اليومية أحداث مألوفة ومشتركة، بعضها ديني وبعضها اجتماعي وبعضها وطن. التمرين الرابع، رتب الأحداث التالية على الخط الزمني. دخولي للمدرسة سنة 2017، ميلادي 2011، أتعلم اللغة الفرنسية 2019، انتقالي إلى السنة الثانية 2018. لدينا الخط الزمني، نرتب الأحداث حسب تعاقبها زمنيا. إذا نبدأ من القادم، السنة القادمة، لدينا 2017، 2011، 2019، 2018. ما هو الحدث الأول؟ أحسنتم، هو 2011. إذا ميلادي سنة 2011. الحدث الثاني، 2019، 2018، 2017. جيد، دخولي إلى المدرسة سنة 2017. دخولي مدرستي 2017. الحدث الموالي، أحسنتم، انتقالي إلى السنة الثانية. هنا دخلت سنة أولى، هنا انتقالي إلى السنة الثانية.
سنة 2018. الحدث الرابع هو، أحسنتم، السنة هذه سنة الثالثة أتعلم اللغة الفرنسية. سنة 2018. إذا رتبت الأحداث حسب تعاقبها زمنيا. الحدث الأول هو ميلادي، ثم دخولي إلى المدرسة سنة أولى، انتقالي إلى السنة الثانية في سنة 2018، وأتعلم اللغة الفرنسية هذه السنة 2019. التمرين الرابع، أو عفوا التمرين الخامس، صنف الأحداث في الجدول. إذا لدينا أحداث، عودة الجد من الحج، عاشوراء، يوم الشهيد، عيد الميلاد. الجدول فيه حدث شخصي، حدث ديني، حدث اجتماعي، وحدث وطني. يعني لدينا أحداث نرتب نضعها في الجدول. عودة الجد من الحج، الجد هل هو حدث شخصي يخصني أنا؟ لا. هل هو حدث وطني يخص كل وطني وكل الشعب الجزائري؟ لا. هل هو حدث ديني يخص كل المسلمين؟ كذلك لا. إذن عودة الجد من الحج هو حدث اجتماعي. عودة الحج هو حدث اجتماعي. نواصل. عاشوراء حدث، أحسنتم، يخص كل المسلمين. إذن حدث ديني. عاشوراء هو حدث ديني. يوم الشهيد، أحسنتم، حدث وطني يخص كل الوطن، كل الوطن. يوم الشهيد. الحدث الرابع، عيد الميلاد، عيد ميلادي أو عيد ميلاد أو عيد ميلادي، أحسنتم، حدث شخصي يخصني أنا. إذا نراجع، الحدث الشخصي هو عيد الميلاد، حدث الديني هو عاشوراء، عودة الجد من الحج حدث اجتماعي، ويوم الشهيد هو حدث وطني. وهكذا انتهينا من حل الاختبار. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس إشعارات ليصلكم الجديد. إلى اختبار قادم إن شاء الله، والسلام عليكم.